السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين أبنائي الأعزاء. النهاردة هنبدأ في البيهيفيرال ميديسن. هو طبعا برانش جديد عليكم، وهتبقوا في بعض الحاجات ممكن تبقى مش واضحة، بس أنا هنبدأ ببساطة introduction to behavioral medicine. أنا دكتور علاء درويش، أستاذ سيكاتري في كلية الطب، وهبدأ معاكم الـ Introduction to Behavioral Medicine. يعني احنا بنبص على الصورة كده ونشوف ان الانسان يعني بيمر بمراحل كتيرة في حياته، وبنشوف الانسان دايما من منظور كتير خالص، سواء واحنا اطفال واحنا كبار واحنا اباء واحنا امهات واحنا طلبة واحنا old age. فده بس صورة توضح لنا احنا ممكن نتكلم عن البيهيفيرال ميديسين ازاي. اول محاضرة الاوتلاين بتاعتها ان احنا نتعرف على البيهيفيرال ميديسين وات از، وليه برضو احنا بندرس البيهيفيرال ميديسين. يعني ايه بيهيفيرال ساينس؟ البيهيفيرال ساينس از ستادي اوف هيومن هابيتس اكشنز اند انتنشنز، اللي احنا ندرس عادات وسلوك الانسان وافعاله و الافكار بتاعتنا والدوافع بتاعتنا. عشان كده احنا لما بنيجي نتكلم عن behavioral science بنلاقي عندي 3 domains، هو فيهم واحد بس يهمنا اللي هو psychology، لكن في other domains السوشيولوجي والانثروبولوجي، ولكن احنا هنهتم بالسيكولوجي لان هو ده موضوع دراستنا. psychology يعني ايه؟ سيكولوجي بنسميه بالعربي اللي هو علم النفس، ولكن الديفينيشن بتاعه is a scientific study of the human mind and its functions and behavior. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال 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 الدراسة العلمية لعقل الانسان ووظائفه والسلوك بتاعه. طيب واحنا ليه حاجة مهمة ان احنا ندرس البيهيفيرال ساينس من منظور الصحة الهيلث والميديسن؟ ليه يعني اهميته ايه؟ اولا الاهمية بتاعت البيهيفيرال ساينس بتأتي من اهميته في معرفة الاتيولوجي اوف illness. اتيولوجي يعني مسببات المرض. يعني انا لما اجي اتكلم عن المرض النفسي او الصحة النفسية، فبعرف اسباب ومسببات المرض النفسي. ايه تاني بقى؟ presentation of illness، ظهور المرض وشكل المرض من شخص لاخر يختلف، على الرغم من انه بيبقى نفس التشخيص، يبقى مسببات الامراض وازاي المرض بيظهر عند الانسان المريض له شكل. البيهيفيرال ساينس بيورينا ليه الفرق بين شخص واخر في ظهور المرض او العلامات المرضيه عليه. delivery of health care systems، ازاي انا هاعطي او هاوجد الرعاية الصحية للناس بدون ما اعرف سلوكياتهم، بدون ما اعرف العادات السلوكية بتاعتهم والتصرفات بتاعتهم، مش هعرف يعني اعمل delivery للهيلث كير ايتمز. aspect of social and psychological treatment، احنا في كل الامراض اللي احنا بنشوفها، حتى لو كان مريض عنده مرض عضوي زي الهايبرتنشن زي الديابيتس، في جزء اجتماعي وجزء نفسي في علاج المريض. المريض بتاع السكر لو هو ما بياخدش العلاج بتاعه مظبوط، موجود في بيئة ملانة ضغوط، مش هعلمه ازاي يتعامل مع المرض بتاعه ويتعايش معاه. اذا ما كنتش فاهم behavioral science مش هعرف اظبط هذا المريض واخليه يصل الى الكنترول بتاع السكر بتاعه.
البيهيفيرال اند سوشيال فاكتورز مهمه قوي في خطه الصحه الرعايه الصحيه planning of health care and with assessment and treatment of both physical and psychiatric disorders. الكلام ده طبعا اذا كنا بنعتبر ان العوامل السلوكيه والعوامل الاجتماعيه مهمه في علاج او في الرعايه الصحيه لمرضى السكر والضغط مثلا، فبالتالي تزداد اهميتها في رعايه المرضى النفسيين. طيب انا كستودنت هتعلم السايكولوجي ببساطه شديده جدا، ليها فوائد كتيره جدا عندي. اول حاجه بتخليكم تعرفوا حاجه اسمها كريتيكال ثينكينج سكيلز. يعني المفترض ان انا لو يعني ايه كريتيكال ثينكينج سكيلز، اللي هي المهارات التفكير النقدي. يعني ايه التفكير النقدي؟ يعني ببساطه شديده جدا لو انا بسمع معلومه واقرا كتاب بقدر اميز منه المعلومه المهمه والاقل اهميه. تاني حاجة لو أنا بسمع لحوار أو بشوف حدث ما أو حد بيقول لي معلومة أقدر أميز ما بين المعلومة دي relevant ولا مش relevant، مهمة ولا مش مهمة، صادقة ولا غير صادقة. يبقى واحدة من أهمية إن أنا أتعلم psychology إن أنا أكتسب مهارة التفكير النقدي. طيب ايه نمرة اتنين؟ psychology enables student also to develop better communication skills. من الحاجات المهمة جدا 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 في علاقاتنا ببعض اللي هي مهارات التواصل. نجد ان معظم المشاكل اللي بتحدث بين الاشخاص وبعضها اللي هي misinterpretation، ما بنش عارفين نتواصل مع بعض. وانتوا بتشوفوها في الحياة العملية دايما، لو واحد قال لك حاجة او طلب منك طلب، بعد كده بعد ما تمشي تبص تلاقي نفسك عملت حاجة، وبعدين لما ترجع له تاني تلاقيه بتقول له انا عملت كذا كذا كذا، تبص تلاقيه بيقول لك لا انا ما كنتش اقصد كده، انا ما كنتش اقصد كده. يعني هو معرفش يوصل لك الرسالة اللي هو عايزها صح، والحاجة التانية انك ما فهمتش الرسالة بتاعته صح. دي اسمها communication skills. من ضمن الحاجات الخطيرة جدا جدا اللي احنا هنتعرض لها الكوميونيكيشن سكيلز مع المرضى ومع الاذر هيلث كير بروفايدرز. يعني انا هتواصل مع المريض ازاي، هاو تو انيشيت اند مينتين دكتور بيشنت ريليشن شيب. انت في الاول بتتواصل مع مريض، لازم تعرف تتواصل معاه ازاي، لازم تكلمه ازاي، تفهمه المرض بتاعه ازاي، تفهمه العلاج بتاعه ازاي. فاحنا في السايكولوجي لازم هتفهم how to develop better communication skills either with the patient with your peer اللي هو زميلك في المهنة او حتى other personnel in the society. Psychology enables students to understand the interaction of our biology, our environment and our experiences in determining who we are and how we will behave. ببساطة شديدة جدا مفيش فاكتور وحيد بيبقى مسؤول عن سلوكنا او صحتنا النفسية او صحتنا الجسدية. هو كل الامراض وكل الصحة بتاعتنا هي عبارة عن تفاعل ما بين البيولوجي. يعني ايه البيولوجي؟ اللي هي الخلفية العضوية اللي موجودة جوانا، سواء عندنا استعداد وراثي ان يجيلنا مرض ما او استعداد وراثي ان احنا نصاب اصابات معينة، او دي جزء اللي اسمه بيولوجي. الجزء الثاني البيئة. البيئة اللي من حولنا بتشكل كثيرا من شكل المرض بتاعنا، بتشكل احد الاسباب اللي قد نصل الى مرض او لا مرض. يعني واحد عنده استعداد وراثي انه يجيله سكر، والده والدته عندهم دايابيتس، واحد من اخواته هيديفلوب دايابيتس والاخر مش هيديفلوب دايابيتس. ليه ده؟ على الرغم ان هما الاثنين وارثين الاستعداد انه يجيله سكر،
واحد فيهم جاله سكر والتاني ما جالوش سكر. اللي جاله سكر بيعيش في environment stressful، بيسلك سلوك بياكل بدون حساب، ممكن ياخد أدوية بدون الرجوع للطبيب، يحصل له development of diabetes. أما أخوه التاني عنده استعداد وراثي لكن caring للإيتنج هابتس بتاعته، ما بيتعرضش لستريس زيادة، ما عندوش obesity، وزنه ما زادش، فبالتالي هما الاتنين عندهم بيولوجي، ولكن في الانفيرومنتال فاكتورز خلت واحد عنده يظهر الديابيتس والاخر لا يظهر الديابيتس. تاني حاجة البيولوجي اوف بيهيفير، احنا عندنا استعداد انها نسلك السلوك، عندنا جينيتك باك جراوند. ايه اللي بيخلي يحصل تعديل في الظهور او سلوكنا هذا المسلك او ذاك؟ الاور اكسبيرينسز، ما نتعرض له من الخبرات الحياتية بيعمل موديفيكيشن للبيولوجي اللي احنا مولودين بيه او الجينيتك باك جراوند بتاعتنا. كل ده بيتفاعل البيولوجي مع الانفايرمنت مع الباست اكسبيرينس، بيشكل احنا ايه دلوقتي وسلوكنا ازاي فيما هو قادم. طيب المنظور اللي بيتكلم بيه السيكولوجي ازاي؟ خلينا نتكلم من خلال السيكولوجي بنبص على الانسان ازاي. في حاجه اسمها بيولوجيكال برسبكتيف وسايكوديناميك برسبكتيف وكوجنيتيف برسبكتيف وبيهيفيرال برسبكتيف وهيومانيستيك برسبكتيف. البيولوجيكال برسبكتيف هو ببساطه شديده جدا هو بيبص البيهيفير بتاعنا، فيو بيهيفير فروم ذا برسبكتيف اوف بيولوجيكال فانكشنز، اننا السلوك بتاعنا ببساطه شديده جدا هو له مسببات وله منظور بيولوجي فقط. يعني ايه؟ يعني عندي تحريك ايدي او رجلي هي عباره عن اوردرز بتيجي من الكورتيكال بارت، بتمشي في الجهاز العصبي لغايه ما توصل للماسلز اللي هي العضلات وتقول له حرك ايدك او حرك رجلك. يبقى بينظر الى البيهيفير بتاعنا من منظور بيولوجي فقط، كويس؟ يبقى ده اسمه ايه؟ بيولوجيكال برسبكتيف. سايكوديناميك برسبكتيف اللي هو ديناميكية السلوك بتاعتنا، بتقول ايه بقى؟ بيليف، بتنظر الى البيهيفير بتاعنا على انه موتيفيتد. يعني موتيفيتد يعني عنده السلوك بتاعنا له دوافع. هذه الدوافع ايه؟ موجودة في الانر انكونشسنس. يعني ايه الانر انكونشسنس؟ الدوافع بتاعتي موجودة في اللاوعي بتاعي. forces over which person has little control، هذه القوة اللي بتدفعني الى السلوك المرئي موجودة في اللاوعي بتاعتي وانا كشخص لا اسيطر عليها تماما. يبقى psychodynamic perspective of psychology بتنظر الى سلوك البني ادم او سلوك الانسان انه له دوافع داخلية موجودة في اللاوعي وانا لا امتلك قدر كبير في السيطرة على هذه السلوكيات. ده من ناحية السايكوديناميك برسبكتيف. طب الكوجنيتيف برسبكتيف اللي هو ايه؟ كوجنيتيف يعني معرفي. examine how people understand and think about the world، ببساطة شديدة جدا بنرى ازاي الناس او الانسان بيفهم ويفكر في العالم الخارجي. يعني هو بيشوف العالم الخارجي ويفكر فيه ازاي وازاي بيفهم العالم الخارجي. طيب البيهيفيرال برسبكتيف يعني ايه؟ المنظور السلوكي، اننا نركز فقط على ما نراه من سلوك الانسان، ملناش دخل هو بيولوجيكال باك جراوند بتاعته ايه او سايكو دايناميك ايه، ولا هو فكر في السلوك ازاي. زي الانيمالز بيجري عشان ياكل، احنا بنبص على الجري. بيجري عشان يهرب، بنبص على الجري.
فبالتالي بيضيق الرؤية على الإنسان إلى أنه مجموعة سلوكيات مرئية. طيب الهيومانيستيك بقى، الهيومانيستيك برسبكتيف اللي هو المنظور الإنساني، اللي هو إن every human being can control their behavior، ببساطة شديدة جدا المقابل ليها السايكوديناميك. الهيومانيستيك بيرى اننا نسيطر على سلوكنا، انما السايكوديناميك بيقول ايه؟ انني little control of my behavior and that they naturally try to reach their full potential. ومن الطبيعي ان كل انسان يبحث على الوصول لكل امكانياته وانه يصل الى شيء جيد، وبعدين ينظر الى الشيء الاحسن منه وينقل نفسه من الافضل الى الافضل الى الافضل لغاية ما يصل لكل امكانياته. يبقى الهيومانيستيك ابروتش او الهيومانيستيك برسبكتيف بترى ان الانسان او الهيومن بين كنترول زير بيهيفير، على النقيض من السايكو دايناميك انه بيقول ان الانسان او الهيومن بين اقل سيطرة على سلوكياته. حاجات تانية ان احنا نميل بالفطرة الى اننا نصل الى اقصى امكانيات نستطيع ان نصل اليها، يعني طول الوقت انني ابحث على ان اكون افضل من مما انا عليه، ودائما انا ابحث عن ذلك. يبقى الـ perspectives of psychology هم خمسة: biological بيرى السلوك على انه وظيفة للجهاز العصبي، ببساطة أوامر تأتي من الجهاز العصبي إلى الجهاز الحركي فنتحرك. أما السايكوديناميك بترى أننا كل إنسان بداخله دوافع موجودة في اللاوعي، وهذه الدوافع بتخليني مش قادر أو لا أسيطر على البيهيفير بتاعي بدرجة كافية. أما البروسبكتيف الكوجنيتيف بروسبكتيف بيرى ان ازاي الناس بترى وتفهم وتفكر في العالم من حولها. البيهيفيرال برسبكتيف بترى الانسان من خلال السلوك المرئي فقط، ولا يهتم هو جه ليه او ايه المسببات بتاعته. عشان كده لما بيشتغل على معدلات السلوك بدون النظر الى اسبابها. اما الهيومانيستيك برسبكتيف بترى ان الانسان يستطيع ان يسيطر على سلوكه، وانه دائما وابدا يسعى الى الافضل. دي بس مقدمة عن ايه يعني ايه behavioral science ويعني ايه psychology اللي احنا هندرسه. اول جزء من السايكولوجي هندرسه اسمه developmental psychology. developmental psychology يعني علم النفس النمو، علم نفس النمو. خلاص، يبقى اول موضوع هندرسه اسمه علم النفس النمو. طيب ايه اللي هنطلع بيه بقى من موضوع علم النفس النمو ده؟ انا عندي كلنا نعرف ان عندي mental development نمو عقلي، فلازم هنعرف نمو العقلي. Life tasks and the characteristics of mental development at each stage of life cycle. احنا عندنا life cycles: childhood, infancy, childhood, adolescence, adult, and to the end of life. كل مرحلة من هذه المراحل ليها خصائص عقلية، وكل واحدة فيهم ليها ما يميزها. هنقدر ندور على ان احنا نعرف. وزي ما اتفقنا ان مش دايما الجينيتك فاكتورز هي اللي بتشكل البني ادم بشكل مطلق، ولكن الانفيرومنتال فاكتورز افكتنج الايه الجينيتك فاكتورز، عشان في الاخر خالص تؤثر على النمو العقلي بتاعه. يبقى هنشوف المينتال ديفلوبمنتس، هنشوف الكاركترستكس اوف ايتش ستيج اوف لايف سايكل، هنشوف الانتر اكشن بتوين الجينيتك فاكتور والانفيرومنتال فاكتورز اللي هتاثر على المينتال ديفلوبمنت. مبدئيا يعني ايه ديفلوبمنتال سايكولوجي؟ ذا برانش اوف ذا سايكولوجي ذات ستدي
The pattern of growth and changes occurring throughout life is called the developmental psychology. اللي هو هندرس نمط النمو و بتاع البني آدم من خلال مراحل حياته المختلفة. زي ما أنا لسه بقول لكم الهيومن لايف بتبدأ طبعا نيونات انفانت تشايلد ادلت وبعدين ليت ادلتهود اند ايه سينيليتي. دي كلها اللايف سبان ديفلوبمنت. ببساطة شديدة جدا نحن نمر بسبع مراحل من مراحل النمو. أول مرحلة فيهم اسمها انفانسي. انفانسي دي بتبدأ من البيرث اب تو 1 year. يعني لما نيجي نقول ماذا تعني كلمة انفانسي، يبقى أي مولود من ساعة ما يتولد لغاية ما يكمل سنة. يبقى لما أجي أشير إلى إن انفانت يبقى أنا ما أقصده أنني بتعامل مع مولود عمره من أول ساعة لغاية ما يكمل 1 year. طيب بعد كده early childhood، لما أصف الـ early childhood وأقول إن هذا الشخص في الـ early childhood يبقى من أول سنة بعد ما يكمل سنة لغاية ما يكمل 6 سنوات. طب late childhood يبقى الـ stage الثالثة late childhood، ده من أول سن 6 years up to 12 years. طيب لما أصف واحد وأقول إنه في الـ adolescence، في الـ adolescence يبقى عمره ما بين 12 سنة ل 18 سنة. لما أقول إن أنا في الـ early adulthood يبقى أنا بتكلم عن شخص عنده 19 سنة up to 40 years. طيب لما أتكلم على واحد وأقول إنه في الـ middle adulthood يبقى أنا بتكلم عن واحد عنده more than 40 years up to 65 years. لما بتكلم على late adulthood يبقى بتكلم على واحد عنده 65 سنة وأكتر. يبقى الألفاظ نفسها لما أقراها لازم يرتبط في ذهني السن الذي أتكلم عنه. هما سبع مراحل. آخر مرحلة اللي هي late adulthood، يبقى أول ما أسمع واحد بيتكلم بيقول هذا الشخص في late adulthood يبقى أعرف إن الإيش بتاعه فوق 65 سنة. لما أسمع واحد يقول ده في late childhood يبقى أعرف إن هذا الشخص اللي بيتكلم عنه عمره أكتر من 6 سنوات up to 12 years. طبعا يعني الصورة كده شايفين ان دي المراحل المختلفة لغاية الراجل اللي عنده late adulthood ده، وهي مرحلة ليست دائما بمرحلة مفجعة ولا محزنة، ولكن الناس دي فوق 65 سنة حياتهم ممتعة بقى. طيب خلينا نتكلم على تو words بنسمعهم، حاجة اسمها growth وحاجة اسمها development. الجروث the measurable physical changes that occur through the person's life. الجروث معنى كلمة growth لما نسمعها يبقى التغيرات الفيزيائية التي يمكن قياسها اللي بتحصل في الإنسان. زي إيه؟ الهايت، الويت، البودي شيب، الدنتال ستراكشر. زي إيه؟ طول البني آدم. يبقى لما أتكلم على الجروث يبقى أنا بتكلم على حاجة قابلة للقياس من الناحية الفيزيائية. يبقى طول، زاد في الوزن، شكله ابتدى يتغير، أو إن الأسنان اللي كانت لبنية تحولت إلى أسنان دائمة. يبقى كلمة جروث اللي هي measurable physical change. أما development refers to changes in intellectual, mental and emotional skills that occur over time. ببساطة هي مسألة نضوج. يبقى لما بتكلم على development يبقى بتكلم على تغيرات معرفية، تغيرات عقلية، تغيرات في المهارات الانفعالية. ببساطة هي عبارة عن نضج. يبقى لما اتكلم على الجروث دي حاجة قابلة للقياس نراها بالعين، عبارة عن زيادة في الوزن او زيادة في الطول. اما لما اصف كلمة development يبقى انا بتكلم على مسألة maturation. ببساطة الانتلكشوال فانكشنز بتاعتي تزيد، المنتال كاباسيتي بتاعتي تزيد،
المهارات الانفعالية بتاعتي تتحسن، دي اسمها development. طيب في عندي اربع انواع من الجروث والديفلوبمنت، زي ما احنا اتفقنا كده ان انا عندي فيزيكال جروث، البودي جروث ذات انكلود الهايت والويت، والكلام ده ما بيشملش الجسم فقط ولكن بيشمل البرين والسنسز والموتور سكيلز والصحة. يبقى الفيزيكال التغيرات الجسدية اللي بتتغير مش في الهايت والويت، الطول والوزن، لكن بتشمل البرين، وهتعرفوا ان وزن البرين بيتغير مع الوقت. السنسز اللي هي الحواس الخمسة بتتغير مع الوقت، والمهارات الحركية والصحة، يبقى اسمها physical growth and development. طب اما بقى المينتال تايب اوف ديفلوبمنت، زي ما احنا اتفقنا كده الانتلكشوال ديفلوبمنت، القدرات المعرفيه، بروبلم سولفنج، القدره على حل المشاكل، الليرنينج التعلم، احنا ده كل وقت بنتعلم فيه حاجات، الاتنشن الانتباه، الميموري الذاكره، اللانجوج اللغه، الثينكينج التفكير، ريزونينج ايجاد المسببات، اند كرياتيفيتي اللي هي الابداع. يبقى من المنتال ديفلوبمنت بتشمل حاجات كتيره، من ضمنها القدره على ايجاد المسببات اللي هي ريزونينج واللانجوج. ولو احنا بصينا على كل واحده فيهم هنلاقي فعلا انا الانتلكشوال ديفلوبمنت القدرات العقليه بتاعتي او بتتحسن مع الوقت، قدرتي على حل المشاكل بتتغير مع الوقت، بتعلم حاجه وبعد سنه بتعلم حاجه تانية، الاتنشن الانتباه ممكن تلاقي الطفل الاتنشن بتاعه غير الاتنشن بتاع الكبير، الذاكره طبعا كلنا عارفين ان انا كل مرحلة بتمر عليا بتضاف معلومات والميموري بتاعتي بتتحسن، اللانجوج احنا بنتولد ما بنتكلمش، مع الوقت بنتعلم نتكلم، وثينكينج وازاي نفكر، والكرياتيفيتي دي كلها ديفلوبمنت اوف مينتال فانكشنز. طيب ايموشنال ايه ايموشنال بقى؟ ريفيرز اللي هي العاطفة، ريفيرنج للفيلينج الشعور بتاعي، and include dealing with love, hate, joy, fear, excitement and other similar feelings. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اتكلم على الايموشنز يبقى ايموشنال ديفلوبمنت بتكلم على المشاعر بتاعتي، اللي انا ازاي اتعامل مع مشاعر الحب والكراهية والفرح والخوف والانفعال او الغضب، واذر فيلينجز. يبقى هنلاقي ان هذه المشاعر بيحصل لها ماتيوريشن مع الوقت، اللي احنا قلنا ديفلوبمنت شويه بمعنى ببساطه انها ماتيوريشن. سوشيال يعني ايه؟ نمو اجتماعي، ريفيرز تو انتراكشنز اند ريليشن شيب وذ اذر بيبل. احنا كلنا نعرف اجتماعيا بنبقى مهاراتنا الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين وإنشاء علاقات مع الآخرين بتتغير مع الوقت، الأول ما نعرفش وبعدين نعرف وبعدين نبتدي نعمل فلترنج، مين العلاقة الإنسانية بيننا وبينه تبقى قريبة ومين تبقى بعيدة ومين تبقى متوسطة، يبقى بيحصل سوشيال ديفلوبمنت. يبقى أنا بتكلم على types of growth and development، either physical mental emotional and social and development. زي ما احنا قلنا، هل انا nurture and nurture اللي بتشكل البيهيفير بتاعي، اللي هي انا عندي genetic background او genetic susceptibility، وهل البيئة بتأثر عليا في هذه النمو development او الجروث بتاعي؟ طبعا في تفاعل وتداخل ما بين هذين العاملين nature and nurture. The issue of the degrees to which environment and heredity and influence behavior and development، هو ده اللي احنا نقصده بالتفاعل ما بين النيتشر والنيرتشر. طبعا
في عندي الهيريديتي ديفاينز بيبلز جنرال ليفل اوف انتليجنس، يعني ببساطه شديده جدا الوراثه هي ممكن تعرف فقط المستوى العام للذكاء بتاعي. تحط لي upper limits which regardless of the quality of the environment people cannot exceed، بتحط لي الحد الاقصى للذكاء اللي انا اصل اليه، يعني ولكن ليس شرطا ان انا اصل اليه. لو انا اتعرضت ل environment enriching وملانة informations وملانة stimuli تحسن معرفتي، هصل للماكسيمم ليفل اوف انتليجنس المحدد بواسطة الهيريديتي. يبقى الهيريديتي هتعرف لي انا هصل لغاية فين، ولكن الانفايرمنت قد تساعدني في الوصول لهذا الليفل وقد لا تساعدني في الوصول لهذا الليفل. يبقى الهيريديتي في مسألة الذكاء بتعرف لي الليفل اللي انا اقدر اوصله، ولكن هل انا هوصل له بالحقيقة ولا لا؟ الانفايرمنت هي اللي ايه بتأثر، هي اللي بتخليني قد اصل للماكسيمم ليفل اوف انهيريتد ليفل اوف انتليجنس او ما اصلش ليه. لو انا عندي موروث ان انا اصل لدرجة 110 في الانتليجنس بتاعي، اوكي قد اصل وقد لا اصل. طب انا قد اصل لو قابلت environment enriching ومعلومات كتيرة بتتحط قدامي ومعلومات كتيرة بقراها والبيئة من حولي ملانة معلومات عشان استفيد منها، ولكن امتى بقى ما اوصلش للمية وعشرة؟ لو واحد ماشي في الشارع وهو صغير خبطته عربية عملت له مشكلة برين انسلت. يعني ايه برين انسلت؟ يعني اصابة في مخه. هذه الاصابة هي environmental situation، هذه الاصابة قد لا تمكنه من الوصول الى الليفل بتاع المية وعشرة اللي مولود بيه. يبقى ببساطة شديدة جدا الهيريديتي هتقول لي حاجة، ولكن الانفايرومنت قد توصلني الى الليفل بتاعي اللي انا وارثه او قد لا توصلني، زي الحادثة اللي حصلت للانسان اللي هو ماشي للطفل ده وعملت له اصابة للدماغ. heredity provide limits on physical activities، برضو الوراثة مثلا في واحد بيقدر يعمل مجهود جسدي زي ما بتشوفوا كده، في فئات من البشر تقدر تشيل زي تعمل مجهود بدني عالي وفي ناس ما عندهاش القدرة دي. يبقى مين اللي بيخلي واحد يقدر يعمل فيزيكال اكتيفيتي عالية؟ عشان عنده هيريديتي فاكتور. طبعا لازم لا نغفل طبعا دور الليرنينج، يعني التعلم ده كجزء انفايرومنتال بنلاقيه بيأثر على ظهور الصفة الموروثة او عدم ظهورها. انا هقول لكم الكلام ده الناس عرفته ازاي، وعرفنا التدخل ما بين الوراثة والعوامل الخارجية. طبعا في طرق الدراسة عبارة عن دراسات التوائم، دراسات التبني اللي هي twin studies and adoption study. لما مثال بسيط جدا، عندي توأم مولودين ليه بيختلفوا عن بعض فيما بعد؟ زي ما احنا قلنا لو هما وراثيا شبه بعض الايدنتيكال توينز ليه بيختلفوا فيما بعد. دراسات التبني لما بيجي بره مش عندنا، ان في بعض الاسر تتبنى اطفال وبعدين هذه الاطفال يظهر عندها سلوك مختلف عن اخوه اللي عايش في حتة تانية. بناء على دراسات التبني ودراسات التوأمة بنلاقي فعلا ان البيئة اتغير في شكل ظهور الصفة الوراثية.
طيب، ولكن في بعض الـ 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 الخصائص الجسدية وبتتأثر بشكل واضح بالعوامل الوراثية. يعني الوراثة ليها دور عالي جدا في ظهور بعض الحاجات. تعالوا نتكلم على الفيزيكال كاركترستكس اللي هي الخصائص الجسدية. ايه الخصائص الجسدية اللي بتتحكم فيها العوامل الوراثية بشكل عالي، زي الهايت، الويت، الاوبيزيتي، التون اوف فويس، بلاد بريشر، التوث ديكي، اثليتيك ابيليتيز، الفيرمنس اوف هاند شيك، ايج اوف ديس اند اكتيفيتي ليفل. يعني لما اجي اقيم واقول ايه هي عوامل وراثيه بتتحكم اكثر في الفيزيكال كاركترستكس، اللي هي ايه؟ الطول. لو واحد مش هينفع نقول ان العوامل الانفيرومنتال فاكتورز هتطوله او تاثره، ولا الوزن بتاعي، ولا ميلي الى ان انا اكون اوبيز، ولا صوت الصوت بتاع الواحد. عشان كده حتى برضو تلاقوا صوت الابن ممكن تلاقيه شبه صوت ابوه، لانه الهيريديتي بتتحكم فيه بشكل عالي. الناس اللي عندها هايبرتنشن نلاقي طبعا الهايبرتنشن ده بيتورث، فبنلاقي البلاد بريشر بتتحكم فيه العوامل الوراثيه اكثر. توث ديكي، تسوس الاسنان، العيله كلها بتسوس اسنانها بدري. اثليتيك ابيليتي، الرياضي غالبا بيبقى وارث القدرات الرياضيه والمهارات الرياضيه. فيرمنس اوف ذا هاند شيك، القدره على بذل المجهود والقوه العضليه في جزء منها موروث بشكل عالي. ايج اوف ديث، لا احنا بري بروجرامد ايج اوف ديث، ده مكتوب عندنا في الخريطه الوراثيه ابوبتوزس هيحصل امتى وهنموت امتى، ما فيهاش تدخل العوامل الانفيرومنتال. اكتيفيتي ليفل، النشاط بتاعي، القدره بتاعتي على ممارسه النشاط، ده جزء من الفيزيكال كاركترستكس بتاعتي اللي بتتحكم بيها العوامل الوراثيه بشكل عالي. طب ايه تاني بقى؟ الانتليكشوال كاركترستكس اللي هي المهارات العقليه بتاعتي او الخصائص العقليه. هل الخصائص العقليه دي زي ما احنا قلنا هل هي انفيرومنتال ولا جينيتك؟ لا، في جزء منها جينيتك وبتتحكم فيها بدرجه عاليه. زي ايه بقى؟ زي الميموري والانتليجنس والايج اوف لانجوج واللانجوج اكوزيشن والريدنج ديسابيلتيز والمنتال ريتارديشن. يعني الكلام ده يعني القدرة بتاعتي على الحفظ والاستذكار وتخزين المعلومات بيتحكم فيها جزء كبير قوي من العوامل الوراثية. الانتليجنس، الذكاء بتاعي، الذكاء بتاعي جزء كبير منه عامل وراثي. زي ما قلت لكم كده، الوراثة بتحدد الليمت بتاع وصولي للأعلى ليمت ليا في الذكاء، ولكن الانفايرمنت بتشكله بحاجه بسيطه. الايج اوف لانجوج اكوزيشن، دايما كده نقول يقولوا لك ايه؟ والله هم دايما العيال دي بتتاخر في ايه؟ في انها تتكلم. يقول لها ابوه كان كده واخوه الاكبر منه كان كده، بحيث ان الايج اللي هيبتدي يكتسب اللغه عنده او ان انا ابتدي اتكلم ده محدد بشكل كبير بالعوامل الوراثيه. الريدنج ديسابيلتيز اللي هي عسر التعلم، صعوبات التعلم، دخلنا بقى في مشكله في القراءه، يبقى دي ممكن تبقى محدده وراثيا. التخلف العقلي او المنتال ريتارديشن ده محدد وراثيا، يعني هيبقى مولود وهيبقى عنده عسر التعلم او عسر القراءه او صعوبات في المهارات المعرفيه بتاعته، في جزء منها كبير له جوانب جينيتكس. ايه بقى الحاجة الثالثة اللي الوراثة بتشكلها كتير؟ الايموشنال كاركترستكس اند ديس اوردر، الخصائص الانفعالية والامراض
العاطفية أو الأمراض النفسية. زي إيه بقى من الحاجات اللي بتشكل بشكل عالي وراثيا؟ شاينس. شاينس يعني الخجل، تلاقي الخجل موجود وموروث، يعني حاجة من سمة من سمات الشخصية اللي الانفعالية بتاعتي أبقى وارثها. اكستروفيرشن اللي هي إيه؟ الانبساطية، إن هو شخص اجتماعي وحبوب ومرح وبيعمل علاقات كتيرة مع الناس، ده اكستروفيرشن. اكستروفيرشن ده جزء منه بيبقى موروث. ايموشناليتي انه عاطفي، يعني ايه؟ العاطفة بتتحكم فيه، ده جزء كبير قوي منه بيبقى جينيتك. النيوروتيسيزم الحساسية العصبية، يعني يبقى حساس قوي انه حد يتكلم معاه، وانه شخص متهور ولسانه يسبق افكاره وعنده سمات العصبية، ده بيبقى most probably genetic background بتاعته بتأهله ان يبقى عنده هذه المشاكل. السكيزوفرينيا كمرض اسمه فصام ذهاني، ده مرض نفسي من الامراض النفسية اللي ان شاء الله تدرسوها بعدين، بس مش السنة دي. فلما تيجي تبتدي تدرسوا psychiatric disorder هتبقى السكيزوفرينيا والانكزايتي والالكوخوليزم، دول من ضمن السيكاتريك ديس اوردرز اللي بتشكل كثيرا بواسطة الهيريديتي. طيب يبقى احنا عرفنا الجروث والديفلوبمنت يعني ايه، وبعدين هنتكلم على الديفلوبمنت اتسلف، ثيوريز اوف ديفلوبمنت، يعني ايه نظريات التي تفسر الديفلوبمنت. احنا ليه بنكبر؟ ازاي بنكبر؟ ازاي بيحصل لنا الديفلوبمنت الانتلكشوال والمنتال ديفلوبمنت؟ اول نظريه بتتكلم حاجه اسمها سايكو اناليتيكال ثيوري اوف ديفلوبمنت، النظريه التحليليه اللي هي التحليل النفسي، وعلى راسها سيمون فرويد. سيمون فرويد ده صاحب نظريه التطور النفسي واسمها سايكو اناليتيكال ثيوري، نظريه التحليل النفسي للنمو. سايكو سوشيال ثيوري النظريه الثانيه، سايكو سوشيال ثيوري اوف ديفلوبمنت اللي هي نظريه النمو النفس اجتماعي. يبقى النظريه سايكو سوشيال ثيوري اوف ديفلوبمنت دي النظريه الثانيه لتفسير النمو، وعلى راسها واحد اسمه إريك إريكسون. يبقى نظرية التحليل النفسي للنمو على رأسها وأكتر واحد فيها اسمه سيمون فرويد، وده عاش في الفترة من 1856 ل 1939. Psychosocial Theory of Development، نظرية النمو النفس الاجتماعي اسمها Psychosocial Theory، وده المسؤول عنها او اكتر واحد فيها اتكلم اريك اريكسون، وده عاش في الفترة من 1902 ل 1994. Cognitive Theory of Development او النظرية المعرفية للنمو، وده اللي اتكلم عنها جان بياجي. جان بياجي ده عاش في الفترة من 1896 ل 1980. اما Theory of Moral Development ده نظرية النمو الأخلاقي، النمو اللي بينمو فيه إزاي القيم والأخلاق بيحصل لها نمو، وده أكتر واحد اتكلم فيها، واحد اسمه لورانس كولبيرج، وده عاش في الفترة من 1927 ل 1987. اول نظريه بتتكلم، احنا قلنا نظريه السايكو اناليسيس. السايكو اناليسيس دي زي ما احنا قلنا ليها، كل نظريه لها قواعدها ولها الرولز بتاعتها. اول حاجه قالتها السايكو اناليتيكال ثيوري اللي احنا قلنا البايونير بتاعها سيمون فرويد، mental life is primarily unconscious،
بيوند اويرنس. يبقى اول قاعده قالتها نظريه السايكو اناليسيس ان الحياه العقليه بتاعتنا في البدايه في الاصل هي في اللاوعي unconsciousness، يعني موجوده في اللاوعي بتاعنا. يعني ايه في اللاوعي؟ beyond awareness، انا لا ادركها، يعني اللي موجود في حياتي انا لا ادركه ومخزون في unconsciousness. طيب القاعدة التانية بيقول ان المينتال لايف از هيفلي كلارد باي ايموشنز اند ايرلي اكسبيرينسز وذ بيرنتس اكستنسيفلي شيب بيهيفير. ببساطة شديدة جدا ان الحياة العقلية بتاعتي في الاصل هي عاطفية، او اكثر المسيطرات عليها عاطفية، ولكن كمان إضافة إلى ذلك أن الخبرات الماضية مع الآباء هي التي تشكل بشكل كبير سلوكي الآن. يبقى من ضمن الحاجات اللي قالتها السايكو أناليسيس أن الحياة العقلية بتاعتي هي خارج إدراكي ليها لأنها موجودة في الأنكونشسنس. الحاجة التانية أن اللي بيشكلها بشكل غزير وشكل كبير وشكل واضح الايموشنز الانفعالات والخبرات السابقه للانسان مع البيرنتس او ما هم بديل للبيرنتس، عشان برضو ايه اللي هم الاباء بيشكلوا شكل السلوك بتاعنا النهارده. يبقى في حاجه كده من داخل هذا الكلام، ببساطة نحن اليوم أبناء الأمس، يعني ما هو موجود مننا النهاردة هو عبارة عن نتاج لما سبق. طيب تعالوا بقى سيمون فرويد ده بقى إيه هو الرجل ده؟ ميديكال دكتور سبيشاليزنج إن نيورولوجي، هو كان نيورولوجيست، كان طبيب أمراض عصبية، واخترع بقى الديناميك ابروتش. ايه الديناميك ابروتش ده؟ اللي هو ازاي اتعامل مع المريض من خلال عملية ديناميكية. develops ideas about psychoanalytic theory from work with mental ill patient. من ضمن المشاكل بتاعته انه اصدر نظريات التحليل النفسي من خلال عمله مع المرضى النفسيين. consider problems to be the results of experiences early in life. طبعا لسه زي ما احنا قلنا ان المشاكل التي نعاني منها حاليا او المشكلة التي يعاني منها المريض حاليا هي نتاج للخبرات السابقة في حياته الماضية. وافترض ان البرسوناليتي او الشخصية بتاعتنا لها ثلاث مركبات او ثلاث مكونات. هذه المكونات في الاصل اول مكون ليهم اسمه اد، وتاني مكون اسمه ايجو، وتالت مسمى اسمه السوبر ايجو. قبل ما يسمي الاد والايجو والسوبر ايجو سمى حاجتين زي ما احنا قلنا الانكونشس والكونشس. الانكونشس ده احنا قلنا انه جزء من النفس لا ادركه، I don't aware about it. اما الكونشس هو الجزء من النفس الذي ادركه. دي اول تقسيم عملها. وبعد كده قال اننا مكونات النفس والبرسوناليتي هي ثلاثة، الاد والايجو والسوبر ايجو. الاد هي عبارة عن الانا، والايجو الهو، والانا الاعلى. السوبر الهو هو الات، والايجو هو الانا، والسوبر ايجو هو الانا الاعلى. لو بصينا للصورة هنلاقي فيه بحر وسماء وشمس. لو بصينا للصورة هنلاقي الانكونشس عبارة عن البحر، والخط اللي احنا شايفينه ده هو خط المية، وبعدين هنلاقي الحتة البيضة الجزء الابيض ده
هو عبارة عن الجزء الظاهر من الجبل الجليد. جبل الجليد اللي بيمثل الكونشسنس والانكونشسنس. جبل الجليد اللي احنا شايفينه ده، الجزء الابيض ده هو الجزء الظاهر اللي موجود في الكونشسنس، ومقارنة بالحجم من النفس اللي موجود في الانكونشسنس فهو جزء صغير جدا. وكمان بالاضافة الى ان انا عندي 3 مكونات للنفس، الايد والايجو والسوبر ايجو، الثلاثة معظم المكونات بتاعتهم موجودين في الانكونشسنس، لدرجة انني لا ارى الايد الا في الانكونشسنس، والسوبر ايجو جزء كبير جدا منه موجود في الانكونشسنس، والايجو الجزئين المكونين له more or less equal، جزء منه في الكونشسنس وجزء في الانكونشسنس. يبقى فرويد لما قسم النفس الى جزء كونشس وجزء انكونشس يدلل ويشير الى ان الجزء الانكونشس اكبر كثيرا جدا من جزء الكونشسنس الذي ندركه. اضف الى ذلك انني عندي مكون كامل في الانكونشسنس، ومكون اللي هو الايد، ومكون جزء صغير منه يظهر في الكونشسنس وهو السوبر ايجو، ومكون يكاد يظهر جزئين متساويين او قريبين من بعض اللي هو الايه الايجو. الايجو جزء منه موجود في الانكونشسنس وجزء كونشسنس. طيب بناء على الاستراكشرز بتاعت البيرسوناليتي اللي قالها، وبناء على مكونات النفس اللي هو قالها، راح قسم الديفلوبمنت الى 5 مراحل، وسمى الديفلوبمنت اللي بيقوله سايكو سيكسوال ديفلوبمنت، نمو النفس جنسي، وقال ان انا عندي 5 مراحل لهذه النمو. وحدد طبعا لما نيجي نتكلم على الستيجز اوف ديفلوبمنت من وجهة نظر سيمون فرويد، لازم نحدد فترة زمنية، دي أول نقطة. النقطة الثانية إنه حدد حاجات، هذه الحاجات إنه هي المفروض تحصل في نهاية كل مرحلة، ولما ما تحصلش هذه الأشياء يبقى حصل فيكسيشن لمرحلة النمو عند هذه النقطة. أول مرحلة اسمها oral stage، بتبدأ من البيرث up to 18 months. يبقى المراحل النمو النفسي جنسي عند فرويد هما 5 مراحل. المرحلة الأولى oral stage، وبيسميها المرحلة الفمية، وبتبدأ من أول البيرث up to 18 years. طيب المرحلة اللي بعد كده سماها الانال ستيج، وسماها المرحلة الشرجية، ودي بتبدأ من الشهر 18 up to 3 years. يبقى عمر الطفل من 18 شهر لغاية 3 سنوات في هذه المرحلة بيسميها الانال ستيج. طب المرحلة اللي بعد كده اللي بتبدأ من الشهر السنة الثالثة الى السنة السادسة بيسميها فاليك ستيج، والفاليك ستيج يعني المرحلة القضيبية. طيب المرحلة اللي بعد كده اسمها ليتنت ستيج. ليتنت ستيج دي بيسميها مرحلة الكمون، ودي بتبدأ من الأول السن 6 سنوات لغاية البيوبرتي. المرحلة اللي بعد كده بيسميها جينيتال ستيج، ودي بتبدأ من البيوبرتي إلى ما شاء الله، ودي بنسميها ما بعد ايه المرحلة الجنسية. يبقى دي 5 مراحل بتوع السايكو سيكسوال ديفلوبمنت من وجهة نظر فرويد. طيب ايه بقى اللي زي ما احنا بنقول كده، ان اول لازم نحدد المرحلة بواسطة ايه عمر معين. يبقى دي اول نقطة. النقطة التانية اللي بيقولها فرويد بقى، إن at each stage focusing on a part of the body for experiencing pleasure.
المسميات اللي انتوا سمعتوها اورال وانال وفاليك ستيج وليتنت وجينيتال ستيج هي عبارة عن وصف لجزء من الجسم الذي يشكل المتعة بالنسبة للإنسان الذي ينام. يبقى الأورال ستيج لما أجي أقول يعني إيه كلمة أورال ستيج؟ يعني الـ area of the body experiencing pleasure هو الفم. يعني إيه أقول الـ anal stage؟ يعني الـ area of experiencing pleasure in this human is the anal part. Phallic stage يعني الـ part of the body of for experiencing pleasure is the penis. أما الـ latent stage دي خالية من الـ experiencing pleasure، وعشان كده سماها مرحلة الكمون. بعد كده تظهر المرحلة الجنسية مرة أخرى، وتبقى الأعضاء التناسلية هي المسؤولة عن الـ experiencing pleasure. عشان كده كل مرحلة مسماة بجزء من الجسم، لأن at this stage of development part of the body experiencing pleasure. طيب الحاجة التانية المهمة في توصيف هذه المراحل، conflict between sources of pleasure are resolved determines adult personality. ازاي في كل مرحلة من المراحل الصراع اللي هو الكونفليكت ما بين الأجزاء من الجسم اللي بيحصل لها بليجر، بنحل المشكلة دي ازاي؟ هو ده اللي بيشكل البرسوناليتي. تعالوا بقى نقول بالتفصيل شوية المراحل دي. تعالوا بس ببساطة الأورال ستيج اللي هي مرحلة من الولادة up to 18 months، وزي ما احنا قلنا ان هو حاطط area of the body هي ايه؟ البليجر اريا. يبقى لما اقول اورال ستيج يبقى البليجر سنترز اراوند ذا ماوس. ليه بقى؟ لو خدنا بالنا ان الطفل في هذا السن وفي مرحله نمو، وهذه المرحله ان لم يكن الاريا اوف بليجر ذا ماوس هنلاقيه مش هياكل كويس، مش هيرضع كويس، مش هيدور على انه يتغذى بالماوس، مش هيكبر. يبقى chewing, sucking, biting are sources of pleasure. يبقى المضغ والساكلينج والعض هي جزء من ايه وظائف الماوس، عشان كده هو اللي بياخد البليجر وهو ده اللي مسؤول عن انه ياكل عن البليجر في هذه الموقع. الطفل بعد 18 شهر يبتدي الاليمينيتف فانكشنز بتاعته تبقى السورس اوف بليجر. يعني ايه الكلام ده؟ نلاقي الطفل يبتدي يتحكم في التبول والتبرز على سن سنه ونص. تبتدي الطفل يبتدي ما يحصلش انه كتير انه يبتدي يتحكم في التبول والتبرز بتاعه. الحكايه دي البليجر فيها ايه؟ انني كنترول هذه الوظائف. بعد ما كنت لا استطيع السيطرة على التبول او التبرز، الطفل بيشعر بالبليجر لما يتحكم في هذه العضلات، انه ما كنترولينج اليورينيشن وكنترول الديفيكيشن، يعني كنترول التبول وكنترول التبرز، هي دي المتعة بتاعته. عشان كده نلاقيه في السن ده بيتعلم بقى انه ما 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 يحكم التبول ويحكم التبرز بتاعه. دي بليجر. طيب ايه تاني بقى؟ ده جزء كويس. طب وهو بقى لما يطلع بقى العدوانية بتاعته يطلعها ازاي؟ يطلع اليورينيشن والديفيكيشن كنوع من انواع العدوان، او من نوع من انواع الاجريشن. لما ماما تزعله يروح عامل المكتيوريشن او الديفيكيشن، يبقى اتبسط وهو بيشعر بالسيطرة على هذه الوظائف، لان ده نوع من انواع النمو بتاعه، وفي نفس الوقت
لما يتغاظ يعرف يعمل اليورينيشن والديفيكيشن كنوع من انواع الاجريشن الموجه تجاه المذر، يبقى لانها في الوقت ده بتفضل تقول له لا ما تعملش، لا اعمل خد بالك، فبالتالي هو عايز يرد عليها احيانا فبيرد عليها بالطريقه دي. يبقى الاريا اوف بليجر بقت الانر ستيج. ليه بقى؟ علشان الاسباب احنا قلناها. طيب الفاليك ستيج دي اللي هي المرحله القضيبيه اللي هي بتبدا من 3 ل 6 سنين، وهي دي مرحله خطيره جدا، ان البليجر فوكس اون جينيتالز، يبقى الطفل في الوقت ده كل اهتمامه او جزء من اهتمامه بالاعضاء التناسليه بتاعته. بس الفرق بين الاعضاء التناسليه بتاعته ازاي؟ نلاقي الطفل في هذا السن بيعمل مانيبيوليشن اوف جينيتالز، لا الطفل في السن ده يعمل يداعب الاعضاء التناسليه بتاعته. للاسف طبعا البيرنتس مش فاهمين ان هذه المداعبه من وجهة نظر الطفل ماذا تعني، ولكن هو بيرى انها نوع من انواع المس بيهيفير، اسميها قله ادب، عيب يا ولد، عيب يا بنت، ويضربوا العيال في السن ده لان هم شايفين السيلف مانيبيوليشن ده انه ده قله ادب، ولكن هو السيلف مانيبيوليشن ده سورس اوف بليجر. واحد هيقول لي بليجر يعني قله ادب؟ لا يا سيدي، هذا البليجر هو ايه؟ بيبتدي يتعرف على اعضاء جسمه ويعرف الفرق بين الميل والفيميل، انه يعرف يتعرف على نفسه انه ذكر او تتعرف على انها انثى. واذا حصل مشكله في التعامل مع الطفل في هذه المرحله، نبص نلاقي حصلت لنا مشاكل من وجهه نظر فرويد فيما بعد لما يكبر، نلاقي فيه ظهرت عنده امراض نفسيه. ايه بقى الايديبس كومبلكس بتظهر في المنطقه في الوقت ده؟ ايديبس كومبلكس از ذا فرويدز تيرم فور ذا يونج تشايلدز ديفلوبمنت اوف ان انتنس ديزاير تو ريبليس ذا سيم سكس بيرنت اند انجوي ذا افكشنز اوف ذا اوبوزيت سكس بيرنت. ايه اللي بيحصل؟ نلاقي ان الولد يبتدي يغير من ابوه لانه بيرى ان ابوه هو المنافس له دائما وابدا في الرعايه، لان امه بتهتم بابوه، هو بيرى هذا. يعني ايه؟ فرويد بيشوف ان التشايلد ديفلوبمنت في المرحله دي بيشعر برغبه شديده يعني انه يزيح الاب او البنت تزيح الام لانها تنافسه او ينافسها في محبة الاب اللي هو من نفس الجنس او الام من نفس الجنس. طيب تتحل ازاي بقى الحكاية دي؟ تتحل بان انا احلها ازاي؟ ان انا اعمل recognize that the same sex parent might punish them for their incestuous wishes. الله، ده أنا لو الأب أو أنا لو الأم اكتشفت اللي في دماغي من أنني نفسي أزيح أو أخلص من الأب أو الأم اللي بينافسني في أمي أو بتنافسني في أبويا، يبقى أعمل إيه؟ دي حاجة مشكلة قد يعاقبني عليها. طب اعمل ايه؟ في خناقه كونفليكت ما بيني وبين السيم سكس بيرنت، احل المشكله دي ازاي؟ حاجه تشايلد ايدنتيفاي وذ ذا سيم سكس بيرنت سترايفنج تو بي لايك هيم اور هير. هو الراجل او الست اللي انا خايف من عقابها علشان انا بتصور انها بتنافسني في الايموشنال بارت بتاع ابويا او امي، ونفسي ازحها من سكتي علشان انا اخد مكانها، واللي ممكن تحاسبني على هذه او يحاسبني على هذه الافكار، يبقى اعمل ايه؟ دي خناقه عويصه بيني وبين نفسي. اعمل ايدنتيفيكيشن. يعني ايه ايدنتيفيكيشن؟ يعني اتشبه بهذا الاب او بهذه الام. يعني ببساطة شديدة جدا ابتلع هذا الشخص اللي هو ابويا
واخد نفس طباعه واخد نفس خصائصه واتشبه بيه، ها، والبنت تعمل نفس الحكايه، يبقى انا حليت المشكله، وان مفيش خناقه ولا حد، ولا انا عايز ازيح حد ولا حد عايز يعاقبني، واعمل ايه؟ identify with the same sex parent، وطول الوقت ابقى احاول like him or her. طيب الهاية دي بقى الحل ده، عشان بس نعرف، هو لما الولد يبقى identify مع الاب، يبقى هياخد خصائص الرجولة اللي فيه، وهياخد كل الخصائص اللي هي الماسكولاين رول، يبقى هياخد الخصائص الذكورية اللي فيه اللي هو كبيرنت، وهياخد واجبات الأب الذكر. يبقى الولد إن شاء الله لما يصل إلى البيوبرتي يبقى ايدنتيفاي، يتعرف على نفسه على أنه ذكر، ويقبل نفسه أنه ذكر، ويبتدي ياخد دور الرجولة بتاعه، مش هيحصل عنده انحرافات جنسية. ونفس الكلام البنت لما تبقى identify with her mother، وابتدت تاخد خصائص الأنثوية، يبقى إن شاء الله لما تكبر وتبقى البيوبرتي، تجيلها البيوبرتي وتبقى تاخد شكل الأنثوي اللي هي تجيلها منستريويشن، وتاخد الخصائص الأنثوية، تبقى قابلة جنسها وإنها مبسوطة إنها بقت أنثى، وبالتالي تبقى الجندر ايدنتيتي أو اللي هو الهوية الجنسية بتاعتها واضحة إنها أنثى، وتسلك سلوك الإناث ولا تسلك سلوك الرجال، والكلام ده بالعكس، وتنشأ جنسيًا صحيحة. ده اسمه حل للإيديبس سيتويشن. يبقى لو أنا زي ما انتم شايفين ان الحكايه مش متعلقه بقله الادب ولا الافكار الجنسيه اللي عند الاب والام، لو تعاملت مع السيلف مانيبيوليشن للجينيتالز بتاعت الاطفال في هذه المرحله بشكل حكيم وشكل بسيط، بدون العنف ولا بدون التصور الخاطئ عن هذه المانيبيوليشن، ده انا بيستفاد الادوليسنت. لما يبقى ادوليسنت يبقى ميل، يبقى ميل، ولما تبقى انثى تبقى انثى، والهويه الجنسيه بتاعتهم تبقى صحيحه. اما لو حصل ان انا تعاملت معاهم بطريقه عنيفه في هذه المرحله، هيحصل كونفيوجن. يعني ايه كونفيوجن؟ هنلاقي الطفل او لما المراهق بقى لما يبقى يصل للبيوبرتي عنده مشكله في الهويه الجنسيه بتاعته. الليتنت ستيج في المرحله ما بين 6 سنوات للبيوبرتي، قال لك خلاص مفيش كونفليكتس، كل الانترست ان سيكسواليتي اللي احنا قلنا عليها دي خلاص بيحصل لها ريزوليوشن، ونلاقي الطفل في السن من 6 سنوات قصة الجنس ده اللي من مفهوم فرويد بتختفي تماما وتبقى مش موجودة. ولو بصينا منطقيا هنبص نلاقي من 6 للبيوبرتي اللي هي المرحلة اللي بيدخلوا فيها الأبناء في المدارس، وعلشان كده نلاقيهم اهتماماتهم تبتدي تتغير. ليه؟ لأن من قبل كده لغاية سن 6 سنوات هو كل المجتمع بالنسبة له هو أبوه وأمه وإخواته والعيلة التي يعيش جواها. أما بعد 6 سنوات تبتدي المرحلة اللي بينفتح على المجتمع ويبقى عنده استعداد للتعلم. فمن من 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 الناتشرال كده بالطبيعة المفروض إن كل الصراعات اللي كانت موجودة قبل 6 سنوات تختفي، عشان يتفرغ الطفل لإنشاء علاقات سوية خارج مجتمعه الصغير، ويتعلم ألف ب وإيه باقي المهارات التعليمية. يبقى لازم يعمل ريبريشن لكل الانترست اوف سيكسواليتي. زي ما قلنا كده هي مرحلة ديفلوبمنت اوف سوشيال اند انتلكشوال سكيلز، مرحلة النمو الاجتماعي والعقلي. وكل الانرجي اللي كانت موجودة عنده في الخناقة ما بين البيرنتس والكونفليكتس اللي كانت موجودة قبل كده، بت ايه
energy is channeled into emotionally safe areas وتتنقل الى مراحل من المراحل العاطفية الامنة. طيب وزي ما بقولنا لكم the child forget the highly stressful conflicts of the phallic stage المرحلة القضيبية اللي هي stressful جدا بالنسبة له اللي ملانا خناق مع الأب أو مع الأم واللي عايز يعمل displace للبيرنتس وفي الآخر خالص يحلها بأنه يعمل identification. دي مرحلة مرهقة جدا بالنسبة للطفل وخلاص ارتاح دماغه ويفضى علشان السوشيال والانشوال سكيلز بتاعته لغايه سن البيوبرتي. نبص نلاقي تبتدي تصحى مره ثانيه الجينيتال ستيج وتبتدي تصحى مره ثانيه سيكسوال ري اويكنينج تعود مره اخرى البليجر سيكسوال بليجر بس يجي بمفهوم طبعا مختلف عن اللي كان موجود مع الفاميلي ويتحول يبقى outside the family. طيب تعالوا بقى نشوف احنا قلنا دي المراحل اللي هي normal والمفروض تمشي سلسة وما يحصلش فيها مشكلة. طيب لو حصل fixation يعني ايه؟ احنا قلنا fixation احنا قلنا يحصل تثبيت fixation بكير when the individual remains locked in an earlier developmental stage because needs are under or over gratified. افترض جدلا بقى وهو بينمو ان الاحتياجات وحل الكونفليكس ما حصلش اللي احنا قلنا عليها والاحتياجات بتاعته في هذه المرحلة اشبعناها بطريقة زيادة عن اللزوم او ما خدتش حقها. يعني ايه؟ هديكم مثال بقى. لو طفل احنا قلنا الاورال ستيج بتاعت الطفل انه بيهتم دايما بالنشاطات الفمية فاذا الطفل ده ما رضعش كفاية وما خدش الرعاية التغذوية كويس من المذر بريست فيد نلاقي الطفل ده بيحط صبعه في بقه ويعمل ساكلينج. لو هذا الطفل حرم تماما من المذر بريست ساكلينج هنلاقوه دايما طول الوقت حاطط صبعه في بقه وبيمصه يبقى حصل ايه بقى؟ اندر جراتيفيكيشن اندر جراتيفيكيشن لانه استبدل النشاط اللي هو الطبيعي بتاع المذر فحط صبعه. هذا بقى حط صبعه في بقه طول الوقت طول الوقت يبقى ايه؟ ما خدش كفايته من البريست فيد يعمل لي بقول ان الكونفليكت اللي موجود ده ما اتحلش وحصل فيكسيشن. لو المرحله الفاليك ستيج دي البيرنتس ما تعاملوش معاها بحكمه وكانوا شديدين جدا ان الطفل ده مجرد ما يعمل سيلف مانيبيوليشن بانشت يبقى هيثبت في دماغه فكره ان هم ايه بقى الادبس سيتويشن اللي احنا لسه قلنا عليها من شويه ويبقى الطفل حصل له حاله ان الكونفليكت اللي كان موجود ده ما حصلوش ما تحلش بطريقه صحيحه يوصلنا لفكره اسمها حصل فيكسيشن. فيكسيشن يعني ايه؟ انه يا عيني الطفل استمر في هذه المرحله من الصراع وما قدرش ينقل الى المرحله التي تليها. Example of fixation هنقول كده بقى oral stage لو حصل fixation due to apparent weaning too early المذر دي فطمته بدري as an adult the individual seek out oral gratification through smoking drinking gum chewing اتفطم بدري ما خدش كفايته بقى من الاورال بليجر نلاقيه لما يكبر دايما بيبحث عن النشاطات الفمية اللي تعمل له اشباع زي ايه؟ انه يشرب سجاير انه يشرب مخدرات او انه تلاقيه طول الوقت راجل كبير قوي وبيعمل ايه؟ بيمضى غلبان. يبقى لو حصل فيكسيشن عند الاورال ستيج اللي ممكن يحصل نتيجة لانه الطفل اتفطم بدري weaning too early او لاي سبب يعني مثلا ما بيرضعش المذر دايد ايا كان المهم ما تعرضش لفكره انه الرضاعه
بدري اتحرم من الرضاعة بدري، يبقى هنلاقيه وهو كبير بيشرب سجاير، وهو كبير بيمضغ لبان، وهو كبير بيشرب خمر. الكلام ده نظريات، عشان بس اللي هو theory of psychoanalysis of development، عشان ما حدش يقول الكلام ده ما بنشوفوش او الكلام ده بنشوفه ونختلف. دي نظرية فرويد، ملناش دخل بقى احنا بنشوف او ما بنشوفش، لكن هو الراجل بيقول هذه النظرية ويفسر للسموكينج انه حرم من الرضاعة وهو صغير، او انه اللي بيشرب خمرة ولا حاجة وبيمضغ لبان وهو ادلت انه حصل فيكسيشن at the oral stage. طيب anal stage due to a parent being too strict with putty training. ان الـ 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 في بعض البيرنتس بيبقوا شداد جدا، او مش بيرنت، هي بتبقى دايما المذر، المذر بتبقى عندها مشكلة في ان الطفل لازم تديله تضربه وتبقى لازم يتحكم كثيرا في البول والبراز، بنسميه هيحصل فيكسيشن عند الانال ستيج، وبيسموا الشخص في هذا الوقت انال ريتنتيف بيشنت. طيب فاليك ستيج عند المرحله القضيبيه، المرحله القضيبيه ان لو حصل البيرنت بانشنج للتشايلد from self manipulation، انهم بيعتبروها قلة ادب، نلاقي الادلت انديفيديوال لما يكبر نلاقيه بيدور على البورنوغرافي، الافلام الاباحية، ونلاقي عنده مشكلة في التعامل مع الجنس الاخر. genital due to apparent smothering a child with too much attention as an adult, the individual has difficulty in romantic relationship due to being extremely needy. الطفل ده لما نحرمه في المرحلة الجنسية دي، او ان احنا نبقى شداد بشكل مسرف، نلاقيهم يا عيني ما بيقدروش يعملوا علاقات ذات طبيعة عاطفية مع الاخرين. دي بقى ملخص للخمسة ستيجز اللي احنا قلنا، وهنلاقي ده اسم الستيج: اورال، انال، فاليك، ليتنس ستيج، جينيتال ستيج. الايش بتاعها قد ايه؟ الايروجوناس زون اللي هي الاريا الزون اوف بليجر، وبعدين الصراع اللي موجود شكله ايه، والنتيجة لما يكبر يبقى عنده ايه لما يكبر. دي المراحل النمو نفسي جنسي من وجهة نظر فرويد. طيب النظرية التانية اسمها السايكوسوشيال ثيوري اوف ديفلوبمنت، نظرية النمو النفسي الاجتماعي النفسي. وزي ما احنا قلنا دي ليها قواعد. ايه القواعد بتاعتها؟ نتكلم عن حاجة اسمها الاتاتشمنت. ايه الاتاتشمنت ده؟ اللي هو الارتباط، الارتباط بتاعنا، البوزيتيف ايموشنال بوند ذات ديفلوبس بتوين ذا تشايلد اند بارتيكولار انديفيديوال. الارتباط ده هي العاطفة، الرابطة العاطفية الايجابية التي تنتج بين الطفل ومقدمي الرعاية له. وده اللي اتكلم عنها واحد اسمه كونراد لورنس، وده قال child follow their mother the first moving object to which they are exposed after birth، وده سماها الامبرينتنج. ايه بقى قصته؟ هو قال لك الطفل يتبع المذر اللي هي ايه بقى بالنسبة له؟ اول شيء متحرك يراه بعد الولادة. يبقى الاتاتشمنت من وجهة نظر
اللي هو الارتباط بين الطفل وأمه، أو اللي هو من تقوم مقام الأم، أول واحد اتكلم عنه ووصفه بأنه هي عملية imprinting. مين؟ كونراد لورنس. كونراد لورنس ده قال لك إن الطفل يتبع المظهر لأنها هي أول شيء متحرك يراه بعد الولادة. طيب واحد تاني اسمه هاري هارلو قال لك ان الهيومن اتاتشمنت جرو ثرو ذا ريسبونسيفنس اوف انفانتس كير جيفرز تو ذا سيجنالز ذا بيبيز بروفايد such as cries, smile, reaching and clinging. The greater the responsiveness of the caregiver to the child's signals, the more likely it is that the child will become securely attached. قال ان النمو الارتباط ما بين الطفل ومقدم الرعاية له اللي هي يا اما المذر او بديل المذر هي بتتغير او تتقدم من خلال المؤشرات التي تقدمها الام او بديلة الام للطفل حينما يصرخ يبتسم او انه يضغط يعني لسانه او يتمغص. يبقى على قد ما الام او مقدمة الرعاية تستجيب لهذه المؤشرات على قدر ما ارتباط هذا الطفل بايه؟ بالمذر. يبقى لورنز قال ببساطة هو الطفل هيفتح عينيه يلاقي الست دي بتتحرك قدامه يبقى هيبقى اتاتشد ليها. هاري هارلو قال والله هو الطفل كلما كان الشخص اللي امامه ده يستجيب بشكل قوي للمؤشرات عن العياط والبكاء والصراخ بتاعه كلما كان الاتاتشمنت بتاعه يزيد او ينقص. كل مرحلة من المراحل دول في ازمة، الازمة دي تعتبر تحدي قدامي، حلتها بشكل صحيح، حصلت بقى عندي هيلثير بيرسوناليتي، ما عرفتش احلها كويس هيتطلع بيرسوناليتي امبرفكشنز، ما هياش ماهرة قوي، وبتحرك من كل مرحلة لمرحلة، ما بيحصل ليش ارست زي ما قلت لكم كده، بغض النظر عن الريزوليوشن بتاع الحاجة. من ضمن الحاجات المهمة زي ما احنا قلنا development of identity and self concept. في كل مرحلة ليها مسمى، والكرايسيس هيبقى شكلها ايه، والريزوليوشن بتاعها لو حصل بوزيتيف ريزوليوشن هيتولد عندي ايه، ولو حصل نيجاتيف ريزوليوشن يبقى عندي ايه. اول مرحلة اسمها تراست فيرسس مستراست اللي هو الوثاقة قصاد عدم الوثاقة. المفروض ان في اخر المرحلة دي يحصل ديفلوبمنت اوف تراست الوثاقة. طيب لو حصل ان ديفلوبمنت اوف تراست اللي وثاقة يبقى اسمه بوزيتيف ريزوليوشن، هينتج عن الشخص انه يبقى trusting others, relaxed, optimistic. رجل يعني ما هوش under tension، بيثق في الآخرين ومتفائل. طب لو هو ما حلش المشكلة دي بشكل healthy أو negative resolution, see life as unpredictable. يبقى يرى الحياة شيء غير متوقع، يبقى طول الوقت كل في حياته بيرى ان كل حاجة غير متوقعة غير متوقعة، عشان كده يبقى مش ريلاكسد. طيب المرحلة التانية اوتونومي الذاتوية، ان الواحد يبقى عنده القدرة على انه يمانج هيز لايف بذاتية. او فيرسس ايه بقى اللي قصادها الكرايسيس ايه؟ الشيم اند داوت، الخجل والشك.
ودي بتبقى في المرحلة من سن 1 سنة إلى مرحلة إلى 3 سنوات. يبقى المرحلة الأولانية من الولادة إلى سن سنة، المرحلة الثانية من سن سنة ل3 سنوات. طيب بيحارب اللي يعمل الحكاية دي بيحارب ليه؟ علشان يعني independency fostered by mastery. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الطفل في الكرايسيس اللي عنده ايه هي؟ انه انا مستقل وانا اسيطر على ايه؟ الاحداث اللي هي الذاتويه. طيب لما يبقى الـ 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 المشكله تتحل صح، يبقى ايه؟ good sense and command of their will power، ويرى قدراته وان هو قادر على ان ايه؟ ارادته قويه. طيب لما يبقى ما يعرفش يحلها يبقى دايما fear being exposed as inadequate، يبقى طول الوقت خايف ان يوصم انه ايه؟ ناقص. initiative versus guilt. ايه بقى المرحله دي؟ بتبدا من سن 3 سنوات ل6 سنوات ويبقى عنده مشكله ان يكون بادئ ومبدع ويخشى من الايه؟ عواقب ما يفعله. يبقى initiative versus guilt، يعني خايف لحسن عنده عايز يعمل الحاجه وفي نفس الوقت خايف لحسن تحصل مشكله من هذه النشاط بتاعه. يبقى في السن 3 ل6 سنوات من نظره سايكو سوشيال ديفلوبمنت بيبقى في initiative ان يبدا النشاط، او يخشى من انه يحس بالذنب بعد بدايه هذا النشاط. الاكشن اللي بيعمله الطفل في هذه المرحله exploratory attitude، يبقى طول الوقت عنده فضول وبيبحث. تلاقي الطفل في السن ده يفك الحاجه ويقفلها ويربطها ويقعد يدور على اللي مستخبي وعايز يكتشف الحاجات. طيب لو حل الحكايه دي بوزيتيف ريزوليوشن يبقى عنده كلير سنس اوف وات زي وونت ان لايف، بيبقى عارف محدد اهدافه في الحياه وعارف هو عايز ايه ومش عايز ايه. طبعا لو هو حلها بطريقه سلبيه او ما حصلش ريزوليوشن كويس يبقى سيلف ريستريكتيف اند فير اوف ميكينج ميستيك، يبقى دايما نشاطاته ضيقه وخايف من انه مشاكل. طيب في المرحله بقى اللي هي رقم 4 اندستري versus inferiority، بتبقى في سن من 6 سنوات ل 12 سنة. إيه هو عنده قدرة على انه يبقى عالي او احساس بالدونية. enjoying المفروض يستمتع of mastering comes through success and recognition. المرحلة زي ما خدنا بالنا من 6 ل 12 سنة اللي هي بيبقى فيها الأطفال في المدارس، يبقى مستمتع بالنجاح بتاعه ويعرف إنه ناجح. طب لو حل المشكلة بشكل إيجابي يبقى relish achievement and like to tackle challenge، تلاقوه عيل عنده استعداد لتحدي الصعاب ويدخل في المشاكل ويحاول يحلها لما يكبر، وبيبقى عنده شوق دايما لانه يحقق نجاحات. اما بقى لو معرفش يحل المشكله دي يبقى حاسس inadequate ان طول الوقت انه قليل او ناقص، incapable ولاك ambitious وما عندوش طموح، عنده احساس بانه هو مش بيقدر يعمل الحاجه وما عندوش طموح ولا تطلعات. طيب في المرحلة بقى ال 12 ل 18 سنة هيبقى identity versus confusion، الهوية، أنه يكتسب الهوية أو أن يحدث له خلل في الهوية. إيه الأكشن بتاعه؟ المفروض identity through experimentation، يعمل تعرف على الهوية بتاعته من خلال التجريب. نلاقي العيال في السن ده، المراهقين في السن ده بيجربوا حاجات كتيرة. بص تلاقيه يجرب يقص شعره بطريقة فلان، يجرب يلبس مش عارف ايه، يجرب يبقى يقرب من ربنا شوية، يجرب يبقى ما يصليش، ويجرب حاجات كتيرة في هذا السن، ونبقى مش عارفين هويته ايه. هو ده بيعمل ايه؟ ماله شوية مرة حلق شعره خالص، ومرة مربي شعره خالص، مرة لابس مش عارف ايه، مرة بيروح يصلي كل يوم في الجامع ومواظب جدا، ومرة مش مش
مش بينزل يصلي خالص، مره مربي دقنه ومره مش عارف ايه. في ايه؟ في الاكشن في المرحله دي بيعمل بيدور على الايدنتيتي بتاعته والاكشن بتاعته، لو عاملها صح هيحصل بوزيتيف ريزوليوشن، هيعرف بعد كده نو هو زي ار، يعرف من هو وات ذير جولز ار واهدافه في الحياه ايه اند وير ذي ار جوينج، ويعرف نفسه رايح فين. يبقى في المرحله دي اللي هي من 12 ل 18 سنه في ظواهر احنا بنشوفها على الادوليسنس، فيها نلاقيهم ها كل يوم بحال هو اللي هو الاكسبيرمنتيشن اللي بيعمله، بيعمل ايه؟ بيبحث عن الهويه بتاعته. لو الاكسبيرمنتيشنز بتاعته دي بقت ناجحه ووصل لحل ايجابي، هنلاقيه يعرف من هو ويعرف اهدافه في الحياه ايه ويعرف هو رايح على فين. طب لو ما حلهاش طول الوقت سي كونفليكتس هاو ذي ار اند وات ذي وود لايك تو بي، ما يبقاش عارف هو مين ولا يعرف هو عايز يروح فين. في المرحله اللي بعد ال 18 سنه اسمها انتيماسي فيرسس ايزوليشن، الوثاقه فيرسس العزله، انه يرتبط بالاخرين والتقارب من الاخرين او العزله الاجتماعيه، دي في اليانج ادلتود. طب ايه الاكشنز اللي المفروض يعملها في المرحله دي؟ يبقى منفتح على الاخرين. طيب لو اتحلت وحلها صح كوميتمنت تو بيرنتر شيب اند ايثكس تو ابيدي باي ذا كوميتي، نلاقيه بقى عنده قدره على انه ينتمي الى المجتمع بتاعه ويلتزم بالحاجات اللي مطلوبه مجتمعيا. طب لو ما عرفش بقى يبقى سيلف ابسوربت، يبقى متقوقع على نفسه، تو فراجايل بيبقى هش وطول الوقت عنده انسرتينيتيز ان ريليشن شيب ومش عارف يعمل علاقات انسانيه جيده مع الاخرين. المرحله اللي بعد كده المرحله رقم 5 generativity versus stagnation، ودي بتبقى في الميدل ادلتود. الاكشنز اللي مطلوبه بيبقى مهتم بالنكست جنريشن، يبقى طول الوقت مهتم بابنائه وما وراء ذلك وما خلف ذلك، عشان كده تلاقوا هي في مرحله الادلتود اللي هي الناس هتبتدي تكون اسره ويهتم بابنائه وايه والجيل اللي جاي اللي هو ناتج عن الزواج، وحتى لو كان معلم فبيهتم بالنكست جنريشن. الريزوليوشن بتاعته ايه؟ concern of creation of better world focus on service to others، يبقى لو حصل انه عنده اهتمام جيد بالنكست جنريشن في المرحله الميدل ادلتود تبص تلاقيه عنده بيفكر انه يخلي العالم افضل وايه يبقى عنده القدره على خدمه الاخرين. طيب لو مش عارف يحل المشكلة دي والاكشنز بتاعته ما كانتش كويسة يبقى لونج تيرم جولز ما عندوش، مش قادر يحدد اهداف طويلة المدى، ليف فور شورت تيرم جراتيفيكيشن بيبحث عن الاهداف بتاعته دايما القريبة بيبص تحت رجليه. انتجريتي فيرسس ديسبير اللي هو التماسك، انه يبقى متماسك او انه يصل الى مرحلة اليأس، ده في الاولد ايج ودي اخر مرحله. ايه الاكشن بتاعه المطلوب منه؟ يبقى اكسبتنج وانس لايف، يبقى قاعد كده لو فكر في حياته الماضيه يبقى موافق عليها يعني يقبل ما تم في حياته السابقه. وبعدين لو هو حصل بوزيتيف ريزوليوشن فيل ذير لايفز هاف مينينج اند سيجنيفيكانت، بيبص والله ده انا حياتي كان ليها معنى وان انا راضي عما حدث في حياتي السابقه وان انا عملت حاجات كويسه. طيب لو هو ما عملش اكسبتنس وانس لايف يبقى شكله ايه؟ في يو لايف از فيلد ويز ميست اوبورتيونيتيز، يبقى عنده ديسبير وطول الوقت يرى ان حياته السابقه ملانه بالفرص الضائعه وانه لم يفعل ولم يفعل ولم يفعل. دي اللي هي الحياة اللي سايكو سوشيال ديفلوبمنت بتاعت إريك إيروكسون.
دي طبعا امثله للمشاكل اللي بتحصل في examples الايدنتيتي فيرسس كونفيوجنز في الادوليسنس. دي نقراها بقى على مهلنا. الانتيماسي فيرسس ايزوليشن دي اللي احنا لخصناها في الجدول. عشان كده مثلا في الانتجريتي فيرسس ديسبير الليت ادلتهود الانتجريتي مع الواحد لما يبقى تلاقوه راجل كبير وبقى جد نلاقيه بيهتم بأبنائه وأحفاده ومبسوط جدا وراضي عن حياته، لكن لو لسه نيجاتيف نلاقيه لوكينج باك والليتو داوت اور جلومز دايما طول الوقت يائس وحاسس انه ما عملش حاجه كويسه في حياته. دول بقى الملخص كل اللي احنا قلناه في هذا الجدول اللي هم الايت ستيج، وكل مرحله من المراحل بتشمل كام سنوات العمر والتاسك اللي مطلوبه من الواحد ايه، ودي الوصف بتاعها.
طيب النظرية اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي الـ Cognitive Theory of Development، النمو ايه؟ النمو النفسي المعرفي. تعالوا بقى نتكلم النمو المعرفي، واحنا قلنا عندنا البايونير بتاعه واحد اسمه جان بياجي. وجان بياجي ده عاش في الفترة من 1896 ل 1980. الناس دي كانت بتعيش فترات طويلة ومكرسة حياتها كلها للعلم، عشان كده بيقدروا يطلعوا بشغل هذا الشغل يستمر سنوات. ده سويس سايكولوجيست observed his own children to develop theory of cognitive development. هو ببساطة كان بيراعي بيلاحظ أبنائه ها ويطلع من وراهم بنظرية. He believes that thinking is a central aspect of development, and that children are naturally inquisitive. However, he said that children don't think and reason like adults. إن التفكير ده جزء أساسي في حياة البني آدم في الديفلوبمنت، وإن الأطفال بيفكروا بس مش بيفكروا بطريقة الكبار. The theory of cognitive development holds that our cognitive abilities develop through specific stages which exemplifies the discontinuity approach to development. الديفلوبمنت بتاع الناس يا إما يبقى زي الرسم البياني كده بيزيد مع الوقت، أو بيبقى في مراحل متقطعة. هو وصف النمو المعرفي والقدرات المعرفية بتاعت الناس الديفلوبمنت بتاعتها بمراحل متقطعة. As we progress to a new stage there is a distinct shift in how we think and do. أول المراحل بتاعته بيقول إيه؟ إن children actively construct their understanding of the world. احنا قلنا ان هو بيقول ان الطفل بيفكر ولكنه لا يفكر كالكبار. فاول حاجة قال ان الطفل ده بيشكل ويركب العالم بتاعه من خلال فهمه، يبقى على فهمه هو اللي بيخليه يرى العالم. طيب child progress through four stage of cognitive development، هو في اربع مراحل من النمو المعرفي. ايه بقى الفور ستيج دول؟ واحدة اسمها sensory motor stage، ودي بيمر فيها من الولادة لغاية سنتين، وبعدين pre-operational stage دي من سن سنتين لسبع سنوات، وبعدين concrete operational stage من سبع سنوات لحداشر سنة، وبعدين formal operational stage من حداشر سنة. وهو بيقدر يتحرك لغاية الباب، هو العالم عنده بينتهي عند الباب. لما العالم ينتهي عند الباب يبقى مفيش حاجة ورا الباب. لما يقدر يتحرك بقى خلف الباب يبقى يعرف ان في something فين ورا الباب. يبقى من خلال قدرته على الحركة بيقدر يشكل الباب. العالم بالنسبة له يبقى ايه؟ pre-operational stage التي بتبدأ من سن سنتين لسبع سنين. Child begins to represent the world through images and drawing. في المرحلة دي الطفل يبتدي يشكل أو العالم بالنسبة له يعبر عنه بالكلمات والصور والخيالات. طيب يعني إيه operational operations internalized mental actions that allow children to mentally what they previously did physical. هو الاكشنز اللي موجودة الطفل يقدر يعملها من خلال اللي يقدر يعمله بايده وليس اللي خيال اللي حاجة يقدر يتخيلها. هو خد حاجة من العالم الخارجي جواه يقدر يعملها، ولكنه بس يقدر يعملها فيزيكالي مش يقدر يتخيلها. كونكريت اوبريشنال ستيج دي من 7 ل 11 يبقى يبتدي يعمل حاجات تخيليه. زي ايه مثلا؟ زي ما الولد ده كده زي ما انتم شايفين هو في المرحله اللي قبل كده ما يعرفش يعمل 2 زائد 3 في الخيال، يقدر يعملها 2 زائد 3 لو كتبها. لو كتبها وشافها يقدر يقول 2 زائد 3 يساوي 5.
لكن في الكونكريت اوبريشنال ستيج يقدر يتخيل ها ويقدر يعمل 2 زائد 3 يساوي 5 في دماغه من غير ما يكتبه. يبقى children can perform mental operations ويبتدي يظهر عنده اللوجيك ريزونينج. بما ان اذا لوجيك ريزون ريبليس انيشيت انتويتيف ثوتس از لونج از ريزون كان بي ابلايد تو كونكريت اكزامبل. طول ما هيقدر يعمل حكايه بما ان اذا يقدر يعملها. يبقى الكونكريت اوبريشنال ستيج اللي هي 7 ل 11 نبتدي نفكر اقدر اعمل عمليات حسابيه من في دماغي مش على الورقه. الحاجه الثانيه باصل الى التفسيرات المنطقيه. عشان كده زي ما قلت لكم المرحله بتاعت من 7 يعني في المدرسه يبتدوا يدوا له جدول الضرب مش في سنة مش في وهو عنده 6 سنين، بعد في الفتره من 7 ل 11 عشان يقدر يعمل العمليات الحسابيه او العمليات العقليه في ذهنه وليست على الورقه والقلم. دي اللي هي الستيجز اوف جان بياجيه. وزي ما بقول لكم كل مرحله ليها اسم وليها سن وليها وصف وايه المشكله اللي ممكن تحصل. الجدول ده مهم هنشرحه بالتفصيل. السنسوري موتور ستيج ده زي ما اتفقنا من ذو الولاده لغايه سنتين، والوردز اكسبيرينس ثرو سنسز اند اكشن، هو يعلم العالم خالص بواسطة ايه الافعال بتاعته والحواس بتاعته. اللي بيشوفه بيعرفه، اللي ما بيشوفوش ما بيعرفوش. في اخر المرحلة دي يعمل ايه؟ يتوثق من حاجة اسمها object permanence. يعني ايه object permanence؟ على اخر السنتين يبتدي يعرف ايه؟ ان الشيء الذي لا يراه هو موجود ولم يفنى. ده كويس قوي. يبقى في اخر السنتين يعرف ان الشيء اللي لا يراه بعينيه هو موجود. لانه ليه؟ لانه ابتدى يتحرك. فبعد ما كان ما يعرفش غير لغاية الباب ابتدى يتحرك ويبص ورا الباب. لما بص ورا الباب لقي ايه؟ لقي امه اللي اختفت موجودة. يبقى ابتدى يعرف ان الذي لا اراه بعيني النهاردة لا انا ما اختفاش، لم يفنى، هو موجود بس انا لا اراه. يبقى develop object permanence على اخر السن سنتين. ايه تاني بقى؟ stranger anxiety. يبقى عنده قلق من الغرباء. الحكاية دي مهمة جدا. الطفل لغاية سن 7 شهور او 7 شهور لما حد ما يعرفوش يقول له تعالى يروح، ولكن بعد على سن 7 شهور يبتدي ينزعج ممن لا يعرفه. يبقى في مرحلة السنسوري موتور ديفلوبمنت دي نلاقي في اخرها الطفل يبتدي يبقى عنده ان الاشياء حصل لها ثبات. مش معنى انني من لا اراه هو اختفى، لا، من لا اراه او ما لا اراه هو موجود لانه موجود بعيد عن مجال الابصار بتاعي. الحاجة التانية يبقى عنده stranger anxiety او قلق من الغرباء. pre-operational stage من سن 2 لـ 6 سنين use words and image to represent things but lack logical reasoning. زي ما قلنا لكم كده هو بيقدر يستخدم الكلمات والصور ايه عشان يظهر الاشياء، ولكن فكرة التفكير المنطقي هتبتدي تظهر فين؟ في الكونكريت اوبريشنال ستيج اللي هي من 7 لـ 11 سنة. نبتدي نلاقي الاطفال بقى في السن ده بيلعبوا، بيبقى عندهم انانية شوية، يبتدي ديفلوب اللانجوج ديفلوبمنت، وبيرى من ضمن الحاجات اللي بتتغير مع الوقت بيرى ان الديس ريفيرسبل. يعني لما يفقد حد من ابويه في السن ده بيرى ان ايه اللي مات ده بيرجع، اللي هي بتختفي. ويعرف بقى في سن الكونكريت اوبريشنال ستيج اللي هي 7 ل 11 سنه بيرى ان الديس ريفيرسبل. ايه تاني؟ lack of law of conservation، المحافظ الحفاظ
الحاجات بتحافظ على شكلها وقوامها بيبقى مش موجود، ولكن بتتصلح بقى في السن بتاع الكونكريت اوبريشنال، وان الاشياء بتحافظ على حاجاتها. زي ايه بقى؟ لو انت سألته المية لما بتتبخر في lack of law of conservation، لما بتتبخر تبقى ايه؟ راحت ما عادتش موجودة. اما بقى في سن 7 ل 11 سنة المية بتتبخر وتتحول الى بخار، وممكن ارجعها مرة اخرى. ازاي؟ ان انا اكثفها وارجعها. عشان كده بتلاقوا الكونكريت اوبريشنال ستيج مليئة بايه؟ بالديفلوبمنتال ايشوز، اللي هي مرحلة التعلم، يعني اللي هي من بتاعة ابتدائي، وكلها بتاعة ابتدائي. يبتدي يفكر لوجيكال ثينكينج، يبتدي ماثيماتيكال ترانسفورميشن، يقدر يعمل العمليات الحسابية، يعرف الديس الريفرسابل، وايه؟ ويرى الاشياء من الاذر برسبكتيف، يعني من وجهة نظر الاخرين هو يرى الاشياء، مش كل حاجة مش من وجهة نظر. طيب لما نيجي في الفورمال اوبريشنال ستيج اللي هي بعد 12 سنة، يبتدي يكون الاوبريشنال ستيج صحيح، ويبقى عنده الابستراكت لوجيكال ثينكينج موجود، وديفلوبمنت اوف ايه؟ الريزونينج الاخلاقي، المسببات الاخلاقية. كويس. عشان كده ندخل على الثيوري اوف مورال ديفلوبمنت اللي هو البايونير فيها لورنس كول بيرش، وده عاش في الفترة من 1927 ل 1987. كول بيرش ده عمل تجربة بسيطة جدا، راح ادى في مسألة أخلاقية. يعني ايه مسألة أخلاقية؟ قضية أخلاقية، وبعدين وزعها على الناس، وبعدين لم الإجابات بتاعتهم، وصنف الناس إلى مجموعات بيستخدموا مورال ريزونينج على كل ليفل. ايه اللي طلع بيه من الحكايه دي؟ انه قال ايه؟ زي ما بقول لكم ان الـ 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 الاسئله دي سال الناس في مساله اخلاقيه، وان الكونسيسنس اللي هو الضمير بيحصل انه سوليديفايز في مرحله المراهقه الادوليسنس، وسيد وي ليرن مورال فاليو ثرو ثينكينج اند ريزونينج، ولقيت ثلاثه ليفل اوف مورال ديفلوبمنت. ايه الثلاثه ليفل؟ هتكلم عليهم ببساطه. في عندي حاجه اسمها بري كونفشنال كونفشنال موراليتي، ده ليفل واحد، ده المستوى الاولاني. المستوى الثاني كونفشنال موراليتي، المستوى الثالث بوست كونفشنال موراليتي. ايه بقى الحكايه دي؟ احنا قلنا ان هو ادى للناس مشكله اخلاقيه، وقعد يدور على اجاباتهم، وحط ان الواحد يعني مش مساله مرحله اعمار، هي مرحله، هي طريقه في التعامل مع الاخلاقيات. واحد قال بري كونفشنال موراليتي دي بتعتمد على تو ستيجز، مرحله الاوبيدينس اند بانشمنت. المرحله الاولانيه، او ان انا في الستيج دي مرحلة الطاعة والعقاب، يا إما أطيع أو أخاف من العقاب. بيهيفير بقى بتاعي في المرحلة دي بالذات أن أنا بسلك السلوك خوفا من العقاب. كويس. يبقى عندي في البري كونفنشنال موراليتي ان انا امتلك البري كونفنشنال، انا في المرحله اللي هي ليفل 1 من الموراليتي اسم بري كونفنشنال موراليتي، ان انا بأطيع وسلوكي يتحكم فيه انني اتحاشى البانشمنت. كل ما افعله انا خايف لحسن اعاقب. بس ستيج ان تو انديفيديوال انترست، ايه بقى؟ behavior driven by self interest and reward. البري كونفنشنال موراليتي دي يا اما انا في المرحله بتاعت الستيج ثابت، على فكره يعني ممكن اسلك الخوف من العقاب وانا صغير وانا كبير في اي سن من سني، عشان كده ما ملهاش سن المرحله المورال ديفلوبمنت، مش حاطين لها اعمار. وانا صغير وانا كبير اللي بيتحكم في سلوكي الاخلاقي هو الخوف من العقاب، او ان انا
سيلف انترست اند ريورد، انا اهتماماتي ايه وبدور على جايزه ها تخصني انا شخصيا، يبقى ما يحكمني اخلاقيا الخوف من البانشمنت يبقى في مرحله ستيج 1 او في الستيج 2 انا خايف من انا الانترست بتاعي ايه وبدور على الثواب او الجايزه ليا، الجايزه اللي انا عايزها اللي انا مهتم بيها. طيب الليفل 2 اللي اسمه conventional morality، الستيج او المرحله الاخلاقيه الconventional، ايه بقى interpersonal behavior driven by social approval، بيبقى انا في الستيج 3 بابحث على ان سلوكي يبقى متوائم مع المجتمع بتاعي، انا دايما الناس بالسلوك اللي انا بعمله مقبول من المجتمع. طبعا دي مرحلة مهمة، يبقى طول الوقت اجتماعيا انا بسلك السلوك الذي يقبله المجتمع. او authority behavior driven by obeying authority and conforming to social orders، انا طول الوقت بسمع كلام الجهة الاعلى وايه وانا بتبع الايه السلوك الاجتماعي المطلوب. يعني ايه ايه الفرق بين ستيج 3 و 4؟ انتربيرسونال، انا طول الوقت ببحث على السلوك الذي يقبله، انا مبادئ مبادئ بالسلوك، بفعل السلوك اللي يقبل اجتماعيا. والستيج 4 ده انا دايما بسمع الكلام بتاع السلطه الاعلى وايه انا زي ما المجتمع بيقول. طب ليفل 3 بوست كونفنشنال موراليتي سوشيال كونتراكت، حاجه تخص المجتمع بتاعي او يونيفرسال ايثكس الستيج 6. ايه بقى السوشيال كونتراكت ده؟ بيهيفير درايفنج باي بالانس اوف سوشيال اوردر اند individual رايتس، ده ليفل عالي بقى. انا موجود في هذا الليفل يبقى طول الوقت السلوك بتاعي بتحكم اللي بيحكمه عمل عملية التوازن بين السوشيال اوردرز الاوامر الاجتماعية او المطلوب اجتماعيا واندفيديوال رايتس وحريتي الشخصية. يبقى انا بوزن دايما، انا عليت خالص بقى، الاول كنت بقى بتحاشى البانشمنت، ممكن ابقى طول الوقت بتحاشى البانشمنت، انت البيهيفير بتاعي والله ببحث عن الاجتماع القبول الاجتماعي. اما بقى في البوست كونفنشنال موراليتي المستوى الاعلى ده بقى خالص، ده انا مش عيني بقى على ان انا ابعد عن البانشمنت ولا عيني ان السوشيال ابروفال يبقى للسلوك بتاعي، لا ده انا عيني على ان انا اعمل توازن ما بين اللي عايزه المجتمع وحقوقي الشخصيه. ده اعلى شويه وابقى في الستيج 6 universal ethics البيهيفير بتاعي driven by internal moral principles، يبقى انا بحط قيم اخلاقية جوايا ودايما ببص انا هذه القيم هذه السلوكيات بتاعتي متوائمة مع القيم الاخلاقية اللي موجودة عندي ولا لا. يعني ايه دي؟ يعني ما بعملش حاجة في السر علشان مش علشان غيري ما شافهاش، لا ده انا علشان المورال الانترنال مورال برنسبلز بتاعتي مش موافقه على هذا الكلام. يبقى ليفل 1 اقل من ليفل 2 وليفل 2 اقل من ليفل 3 وليفل 3 هو الاعلى. انا موجود في اي واحده منهم هو ده المورال ديفلوبمنت بتاعتي، انا واقف عند النقطه دي ولا واقف عند النقطه بتاع ستيج 4 ولا ستيج 6، انا بتعامل مع المجتمع بتاعي سلوكي وكل اللي بيحكمني. لو انا في ستيج 6 يبقى يونيفرسال ايثكس ده القصه، انا الانترنال مورال برينسيبلز هي اللي بتحكمني. يعني انا قبل ما اعمل اي سلوك بقعد بقى بيني وبين نفسي، هل ده بيحافظ على حقوقي وحقوق الاخرين؟ هل ده ابروفد سوشيال؟ كل ده جوايا. وبعدين مش بعمله علشان محدش شايفني، لا ده علشان انا شايف نفسي. يبقى كل ستيج من دولة الستيج بتاعتها اعلى، اللي بعديها اعلى منها اعلى منها، لغاية اوصل للستيج 6 وهي الماكسيمم.
ما بيحصلش ان انا بتطور من ستيج واحد لستيج اتنين ستيج تلاتة ستيج اربعة، لا ده انا ساكن في انهي مرحلة. يعني مثلا انت لو بصيت في بعض الموظفين، مثلا موظف ادارته انك تديره، انك تخليه يعمل اللي انت عايزه، بيعمل القواعد اللي مطلوبة منه خوفا من العقاب فقط. يعني لو امن العقاب هيعمل اي حاجة تانية، يبقى هو موجود في الليفل 1 البري كونفنشنال موراليتي، في الستيج 1 الاوبيديانس اللي هي ايه الطاعه اللي بيعملها تخوفا من ايه البانشمنت. واحد تاني بتديله المساله وبعدين يقول لك على الموقف ايه من خلال الانترنال مورال برينسيبلز، يبقى ده موجود في الستيج 6 في الليفل 3 البوست كونفنشنال. من ضمن بقى الحاجات المهمة شوية ديفينيشنز شوية هنقول عليها، اللي هي السكسواليتي، المشاكل اللي قد تحدث في الهيومن سكسواليتي. في شوية تعريفات بس ناخد بالنا منها. جندر ايدنتيتي، ايه الجندر ايدنتيتي دي؟ الهوية الجنسية. Is the child sense of maleness or femaleness، اللي هو يشعر بداخله انه ذكر ام انثى، يبقى دي اسمها الهويه الجنسيه. It is established by the age of 3 years. الله، طب انت ليه يا عم قلت لنا انها، ركزت على انها تنشا او تثبت في سن الثلاث سنوات؟ ليه يا اخوانا؟ علشان في مشكله ان السكسوال ايدنتيتي از ديتيرمند باي ذا سكندري سكسوال كاركترز. المعرفه الجنسية بتعرف بنعرفها بالخصائص السنوية للجنس. لو أنا عندي مشكلة في شكل الأعضاء التناسلية قبل سن 3 سنين وما صلحتهاش، يعني في عيال بتتولد عندها أعضاء تناسلية مشوهة مش باين ان هو ذكر ام انثى، والكروموسومال اناليسيس بتاعه ميل اور فيميل، لو انا ما صلحتش الشكل الاعضاء التناسليه في هذا التوقيت قبل سن 3 سنين، الجندر ايدنتيتي او الهويه الجنسيه بتاعه الطفل ده هتبقى مش مظبوطه ليتر اون. جندر ديسفوريا اللي هو الخلل في معرفة الجنس. It is a disconnect between gender identity اللي هو معرفتي بان انا ميل او فيميل، and sexual identity اللي هي باينة بالسكندري سكسوال كاركترز. يعني ايه؟ يعني نبص نلاقي عند حدوث البلوغ حصل ايه؟ السكسوال ايدنتيتي اللي هو بقى عنده شنب وعنده دقن وصوته غلط وتخن والكلام ده كله. طيب لو هو مشكلة عنده الجندر ايدنتيتي مش متظبطة، ما هوش حاسس بالميلنس او الفيميلنس، والسيكسوال ايدنتيتي اللي ظهرت مش متمشية مع الجندر ايدنتيتي بتاعته، هيحصل الجندر ديسفوري. عنده خلل مش عارف نفسه ميل اور فيميل، وفي نفس الوقت طلع لقي ايه السيكسوال سكندري سيكسوال كاركترز بتاعته ميل او فيميل. لو دي مختلفة عن دي يبقى حصل جندر ديسفوريا ببساطه شديده جدا. لو عندي ذكر السكند سيكسوال السيكسوال كاركتر بتاعته ميل، وهو عنده خلل مع الجندر ايدنتيتي بتاعته في ميل، يبقى عنده مشكله بين السيكسوال ايدنتيتي اللي هي باين عليه انه ميل والجندر ايدنتيتي اللي عنده في ميل، يبقى عنده حاجه اسمها جندر ديسفوريا، ودي بنلاقيها اكتر في البويز عن الجيرلز. جندر رول اللي هو البيهيفير اكزيبيتد باي ذا تشايلد، ات كان بي كونجروانت اور ان كونجروانت تو ذا تشايلدز جندر ايدنتي. ببساطه شديده جدا الدور اللي بيقوم بيه الطفل الذكر او الطفل الانثى بيبقى متوائم مع الايه جندر ايدنتيتي بتاعته. البنت هتلاقيها تسلك سلوك البنات، بتراعي اخواتها الصغيرين وبتغسل وبتدخل المطبخ وبتلبس جلابيه ها، وسايبه شعرها ما بتقصش شعرها،
واخده دور السلوك بتاع الفيميل، لكن لو حصل مشكله نلاقي الدنيا مش مظبوطه. سيكسوال اورينتيشن ايه اللي هو الوعي بالجنس ذكر او انثى، زي ما قلنا لكم بتبان بالجندر ايدنتيتي. هوموسيكسواليتي سيم جندر ايدنتيتي، هيتيروسيكسواليتي اوبزيت جندر ايدنتيتي، بايسيكسواليتي ايزر جندر ايدنتيتي، اسيكسواليتي نايزر جندر ايدنتيتي. ده واحد يا اما الايدنتيتي بتاعته متوائمه مع الجندر الشكل بتاعه، او انه ايدنتيفاي هيم سيلف تو ذا اوبوزيت سكس، او انه عنده الاثنين، او عنده مش عارف هو ذكر ام انثى. ديس اند دوينج اخر مرحله من مراحل المو الديفلوبمنت اللي هي دوينج، الواحد يبقى ديس او داي. This marks the end point of our lifespan. There are many ways that we might react when facing this. في عندي خمس مراحل ممكن الواحد يمر بيهم في مرحلة الدس. واحدة اسمها كوبلر روس developed the five stages model of grief as a way to explain. ممكن الواحد يمر فيهم كلهم او يمر بواحدة، او ما يمرش باي حد فيهم ويقعد في واحدة منهم. ده حسب الـ رؤيته لحياته، رؤيته لعلاقته بربنا. فأول مرحلة يتصد فيها الإنسان لما يعرف إنه هيموت، لو حصل إن هو حياته هتنتهي، يبقى دينايل، يبقى عنده إنكار. وبعد ما يخلص من مرحلة الإنكار، إشمعنى أنا وليه أنا وليه أنا أموت، وإشمعنى أنجر، يبقى إيه عنده غضب. بعد ما يغضب شوية اللي هو اشمعنى واشمعنى واشمعنى، ممكن يبقى دي اللي احنا بنشوفها. في مرحلة تانية الدينايل في بعضنا بيشوفها. الدينايل دي ايه؟ تبص تلاقي واحد يعلم انه سوف يموت، او عنده مرض قد يؤدي به للوفاة، يتعامل مع المرض على انه مش موجود. واحد عنده سكيميك هارت، عنده ذبحة في القلب، وعنده شرايين القلب كلها مسدودة، وما حدش يقدر يعمل له عمليات ولا أي حاجة، وإنه هيموت هيموت. الدينايل بتاعه يظهر في صورة إيه؟ نبص تلاقيه مازال بيشرب سجاير، مازال بيطلع السلم، مازال بيمارس رياضة عنيفة، يبقى سلوكه إنكار الواقع. ده جزء. بعد كده شوية يبتدي الغضب عنده، وبعدين بارجينينج، يبتدي يساوم مع ربنا، يقول له ايه طب بس يعني لو الواحد يعني مد ربنا في عمره شوية، ده انا هروح احج، والله لو الواحد ربنا مد في عمره شوية ده انا مش هسيب الجامع. يبتدي يساوم على الموت، وبعد كده خلاص بقى مفيش منها رجع، يدخل في الدبريشن، وبعدين يبقى زعلان اللي فات منه وراح، وبعد كده خلاص يبقى مفيش رجا وعدى مرحله يلا بقى اهو الموت جاي والاكسبتنس. حكايه بقى دينايل وانجر وبرجينينج وديبريشن واكسبتنس، ليست بالضروره ان الواحد يعدي في هذه المراحل بالترتيب، هو زي ما قلت لكم حسب الواحد رؤيته لحياته ورؤيته للي بيعمله في حياته قبل كده. وكده يبقى ايضر ان احنا نختم حياتنا باكسبتنس وقبول ان حياتنا لها نهاية، وان احنا عملنا عمل جيد في حياتنا، وياريت الناس كلها تبقى كده. لكن المراحل الجريف دي ممكن نمر بواحدة فيهم، او نمر بيهم كلهم، او نمر باخر مرحلة، ويبقى خدنا الديفلوبمنت اكروس ذا لايف سبان من اول البيرث اب تو ديس. وشكرا لكم، وإن شاء الله المحاضرة هتقروها عشان هيبقى فيها مناقشة في وقت المحاضرة حسب الجداول المعلنة.